ميني فلوغ اليوم الخميس وقررت نصوم. اجي تشوفوا الفطور، جبت البيض الشوفان الحليب والسردين، اكله اللي عزيزه على الناس اسفي. دونك السردين درنا شويه طلق، من بعد درتو شرايكات، وهذا هما الشرايكات. وجدت التوابل اللي خاصني باش نقادر، دونك ربع اللي قايمه راكم عارفين، مطيشه الزيت و الثومه اللي مهمه تاعي، هذا هما الشرايكات ديالي. من بعد جيت باش نقليهم، قليتهم في نفس الوقت، وجدت الحريره ديال الشوفان والبيض مسلوق والقهوه كطيب. فطور دايزو الكلام، هذا هو الفطور المتواضع ديالي. ومن بعد مشيت سرح شويه لانني عييت صراحه بزاف، الله يسمح لنا من الوالدين. شوف الفطور كي جا، دونك خدينا كرواسات، تمر الشباكيه والبيض، الحريره والشريكات، واهم حاجه اتاي لانه تا هو شي حاجه زوينه ومهمه. دابا اذن، توضيت وكنوجد راضي باش نمشي نصلي، ولكن قبل نحاول ناكل شي شويه اللي نخرج للجامع، غيس تقبل لينا يا رب. صراحه هذا النهار زوين، المهم الحمد لله، الله يتقبل لينا صيامنا يا رب. المهم فرقت الصيام ديالي الطميره والميه، الحمد لله والشكر لله. دابا ندوق واحد الحريره كي جات، الصراحه اول مره ندير الحريره. يا فعلا الشوفان كنسلقو، درت معاه الحليب شوية الملح مع الشباكية، يا سلام الحمد لله، اللهم أدي مع نعمة واحفظها من الزوال، الله يتقبل لينا. دابا نمشيو نصليو، دونك الجامع غير حدا الدار، وهادي أحسن حاجة وقعت لي، الله يتقبل لينا. ومن بعد ما صليت قريت معاهم الحزب، حيت اليوم ليلة الجمعة كتقرا سورة الكهف، داكشي علاش رجعت باش نكمل الفطور ديالي. المهم نبداو بالشريكات ونشوفهم حتى هما كيجيو، والاقامه واش هي هذيك، واش مالحين اولا جاو هما هذوك. صراحه الشريكات زوينين وبالاقامه داكشي هو هذاك. حنا ناس اسفي عزيز علينا السردين، خصوصا الشريكات كيجيو بنهن بزاف. ناري ناري ناري، لكن صراحه كان فيها جوع بزاف، والحمد لله داز بعد النهار زوين، ما حسيتش يعني بالعيا بزاف، وداكشي جا هو هذاك ناضي. خير حاجه من بعد ما ساليت هو خرجت مشيت شويه وصليت العشاء ورجعت للدار. مع السلامه.